ثم ذكر عن ابن مسعود أيضا قال: كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود ننتظره أن يخرج إلينا، فخرج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن حاله قارئ قرآن، ولكن حقيقة أمره أنه ليس على السنة بل هو على البدعة. ثم ذكر عن محمد بن هدبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. القراء يقرأ القرآن لكنه من أهل النفاق، لا يطبق ولا يتعلم السنة ولا يستجيب